سوينا بيان ولاده، هذا بيان ولاده ذكر باسم حميد ذياب سلوم، سائد حميد ذياب سلوم، مستشفى بلد العراق الاهلي. وبعد ما كان نستلمه ثاني يوم الصبح وجينا عليهم ثاني نستلمه، وهم يقولون هذه بني احنا اللي يمنا مو ولد. حصاد اليوم، اهلا بكم. الادعاء العام السويدي يوجه تهما جنائية لشقيقتين من أصول عراقية بارتكاب جريمة ضد فتاة أخرى شمال العاصمة ستوكهولم. القضية حدثت منتصف العام الحالي بعد اقتحام الشقيقتين شقة وضرب شابة بآلة حادة عقب حفلة مصغرة بين مجموعة من الأصدقاء. وأقل المركز السويدي للمعلومات إن الشقيقة الكبرى لديها سجل سابق في قضايا السرقة وغسيل الأموال. ممثلو المنظمات المنضوية في تحالف 188 يجددون تظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاً على محاولات إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. المشاركون في الوقفة رددوا شعارات ترفض العودة إلى زمن الجواري، ونددوا بتشريع قوانين قالوا إنها تضر بالأسرة وتهدد تماسكها وتؤدي إلى تقسيم المجتمع وفق المعتقد. اللاعبة العراقية نجلة عماد تحقق إنجازاً تاريخياً بعد تحقيقها الميدالية الذهبية لتنس الطاولة ضمن بارالمبياد باريس 2024. نجلة تمكنت من التغلب على المصنفة الأولى الأوكرانية مارينا لينوفيتشينكو بعد تقديمها مباراة قوية، ومنح سعد البزاز البطلة البارالمبية قلادة الإبداع بدرجة رفيعة بعد أن أثبتت أنها رمز لثبات المرأة العراقية ورسوخ إرادتها. حادثة غريبة تترك عائلة في منطقة الضلوعية بصلاح الدين في حالة صدمة وانهيار بعد استبدال مولودة أنثى بطفلهم الذكر. رب العائلة يقول إنهم رزقوا بطفل داخل أحد المستشفيات وأصدروا له بيان ولادة يؤكد اسمه وجنسه، لكنهم تفاجأوا أثناء الخروج من المستشفى أن المولود أنثى على الرغم من شهادة الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة التي أكدت أن مولود العائلة ذكر. علاقة غرامية مع مؤثرة على مواقع التواصل تطيح بوزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو وتجبره على الاستقالة من منصبه وتقديم اعتذار للشعب. الوزير افتضح أمره بعد قيام عشيقته بإغراق مواقع التواصل بشهادات عن علاقتها بالوزير، فيما أعلن جينارو عزمه تقديم شكوى لدى مكتب المدعي العام للدفاع عن شرفه وإثبات شفافيته.